أهلا بكم في أهم أخبار الاقتصاد. قال النائب محمد البلداوي إن الحكومة لديها الإمكانية لمعاقبة تركيا اقتصاديا بسبب أحداث جوخو في محافظة دهوك. وأضاف النائب أن الحكومة لديها الفرصة للضغط على تركيا في الجانب التجاري والاقتصادي وممارسة الضغط على أنقرة. وذكر النائب أن الضغط الاقتصادي على تركيا يتمثل بإغلاق الحدود مع تركيا وفتح منافذ مع دول الجوار الأخرى وتفعيل عمل الموانئ لتعويض البضائع القادمة إلى تركيا. بلغت عائدات تركيا من صادرات الكرز بلغت 129 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي. وبحسب بيانات رسمية لاتحاد مصدري منطقة إيجاب في تركيا، فإن صادرات الكرز في البلاد بلغت 55 ألف طن في النصف الأول من العام الحالي. وتعد ولاية مانيسا في مقدمات الولايات الأكثر تصديرا للكرز الذي يبدأ موسم قطافه بدءا من شهر أيار من كل عام. وقد حلت روسيا في المركز الأول ضمن البلدان الأكثر استيرادا للكرز التركي بوقع 54 مليون دولار، تلتها ألمانيا ب 45 مليون دولار، ثم النرويج ب 6 ملايين دولار. ازدادت اسعار النفط في اخر تعاملات اليوم وسط مخاوف متزايده بشان تقلص الامدادات الاوروبيه بعد ان قطعت روسيا المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي. فقد زادت العقود الاجله لخام برنت لتسويه شهر ايلول لتصل الى 106 دولارات و45 سنتا للبرميل. وقد زادت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم ايلول ليصل الى 97 دولارا و94 سنتا للبرميل. وخفضت شركة غاز بروم روسية الإمدادات إلى ألمانيا إلى 20% فقط من طاقتها. هذا وتواجه أوروبا خطر نقص المحروقات في الشتاء مع عدم قدرتها على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل مدة الطلب في فصل الشتاء. تراجعت ثقة الشركات الألمانية في شهر حزيران إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك دفعت أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود. وقد بلغ مؤشر قطاع الأعمال الألماني أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وشهدت قراءة شهر حزيران تراجعا غير متوقع في ظل توقع الشركات بأن يسوء مناخ الأعمال كثيرا في الأشهر المقبلة. وتسببت اختناقات التوريد وعواقب أزمة أوكرانيا في تباطؤ الاقتصاد الألماني كثيرا بحسب البنك المركزي الألماني. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميا في النصف الأول من العام الحالي 2022. وكشفت إدارة المعلومات عن أن الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 110% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 11 مليارا و 20 مليون دولار مليون قدم مكعب يوميا. وتستفيد أمريكا من محاولة دول أوروبا الانفكاك عن مصادر الطاقة الروسية بزيادة صادراتها لهم. كانت قطر وأستراليا تتنافسان على لقب أكبر مصدر للغاز المسال عالميا، لكن الحرب الروسية والعقوبات الغربية أعادت ترتيب كبار مصدري الغاز. قللت الإدارة الأمريكية من أهمية البيانات الاقتصادية المقرر نشرها في الأسبوع الحالي، والتي يمكن أن تشير إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي. وقد نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإدارة الأمريكية قولها إن الركود الفني لا يعني بالضرورة ركودا حقيقيا للاقتصاد، وذلك في ظل تزايد السجال بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية بشأن مدى كفاءة الأداء الاقتصادي للإدارة، خصوصا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر تشرين الثاني المقبل. ويتحرك مسؤولون في الإدارة الأمريكية مواجهة تداعيات بيانات إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني التي ستصدر الخميس المقبل بنشر فكرة أن ركود الاقتصادي هو أكثر تعقيدا من مجرد حدوث انكماش اقتصادي لربعين متتاليين. هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء.